كريم، عايز اسالك تحديدا على علاقه روي فيتوريا بكابتن منتخب مصر محمد صلاح، العلاقه بينهم كانت عامله ازاي؟ علاقه ممتازه جدا، بدليل ان هو يعني صلاح ما اعتقدش ان هو يعني ان هو يعني كتب بوست قبل كده لحد، او ان هو صح. العلاقه جدا يعني قد ايه ان هي كانت طيبه وما فيهاش اي مشاكل. صحيح. الدعم او الموافقه على سفر محمد صلاح اثناء البطوله كان بقرار من روي فيتوريا ولا روي فيتوريا ما تدخلش في هذا الامر؟ والله انا ما يعني بصراحه انا ما اتكلمتش في الموضوع ده يعني لان انت احنا لو يعني بعديها كانت ماتشات ورا بعض وبعد كده يعني الخروج من دور 16 فما كانش فيه مجال ان انا اتكلم عنه. روي فيتوريا لما كان بيتكلم معاك بشكل عام رأيه إيه في كرة القدم المصرية المنظومة نفسها بشكل عام؟ شايف إيه الإيجابي وشايف إيه السلبي اللي كان محتاج يتصلح؟ هو شايف إن من الإيجابيات إن اللعيبة عندها كواليتي، عندها حاجة تقدر يعني تحقق بيها إنجازات، ولكن الفكرة في إيه؟ إن إحنا يعني بنفتقر أو محتاجين تنظيم أكتر في حاجات كتير. يعني محتاجين التنظيم أكتر في حاجات كتير. ان من النقطه المهمه جدا اللي هو كان دايما بيكلمني فيها ان احنا اللعيب بيفضل لسن يعني كبير جدا مقارنه باوروبا، بنفضل نقول عليه ده لعيب ناشئ، لعيب شاب. يعني كان بيضرب دايما معايا امثله كتير ان في لعيبه في بنفيكا او في البرتغال او في اوروبا 18 سنه بيلعب تشامبيونز ليج، بيلعب في اوروبا، احنا لعيب هنا بيبقى 24 سنه ولسه بنقول هو الضغوطات لسه شويه عشان هو لعيب صغير في السن. دي نقطه ان هي احنا عايزين دايما يعني في فكرنا ان احنا نعمل حاجه، ولكن دايما عندنا الخوف من الفرصه. صحيح صحيح. طيب عايز اسالك من زاويه تانية خالص، روي فيتوريا عنده عروض في الفتره الحاليه، عنده عروض قائمه يعني ممكن بكره نشوفه مع فريق او مع منتخب، ولا مدي نفسه فرصه بعض الوقت؟ هو عنده عروض، ولكن انا يعني اخر كلامي كان معاه ان هو شايف ان هو هيدي لنفسه فرصه يعني لحد يعني بعد كده يقيم مع بدايه الموسم لو في فرصه يعني